الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فإذا كان الإخلاص مطلوبا في كل شيء، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن الإخلاص ألزم وأوجب في شأن الدعاة إلى الله، من يحملون رسالة الأنبياء والمرسلين ليبلغوها إلى الناس أجمعين. يقول رب العزة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، خذوه، لم أسألكم عرضا من الدنيا، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. ويقول سبحانه على لسانه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، إلا من شاء أن يتبعني على طريق الهداية والرشاد إلى رب العالمين. ويقول سبحانه في كتابه العزيز في سورة الشعراء في الآيات 109 127 145 164 180 بالتتابع على لسان أنبيائه عليهم السلام: سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا لوط وسيدنا شعيب. يقول الحق سبحانه على لسان كل واحد منهم: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فرسالة الأنبياء جميعا، رسالة الأنبياء والمرسلين والدعاة المخلصين إلى الله، هي هذه الرسالة: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. العالم الحقيقي لا يمني الناس ولا يعدهم بشيء من عارض الحياة الدنيا، كما حاولت الجماعات الإرهابية والمتطرفة أن تدغدغ عواطف العامة وتعدهم بالمن والسلوى وعظيم الحياة الدنيا إن هم انتخبوهم أو ساندوهم أو وقفوا إلى جوارهم لتحصيل مطامعهم الدنيوية. كانوا يعدون الناس بالنعيم المقيم في الدنيا قبل الآخرة، والخطأ هنا من جهتين. أما من جهة الحياة الدنيا، فالعالم الحقيقي لا يعد بأمر من أمور الدنيا. يقول الحق سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لم يقل والله يعدكم الغنى، وإنما قال سبحانه: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وهذا نبي الله نوح يقول لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. فالرسالات السماوية رسالات سامية، لا يمكن لأهلها أن يكونوا تجار دنيا أو متاجرين بدين الله عز وجل على نحو ما يفعل المتاجرون بالدين والمتكسبون به أفرادا أو جماعات من الجماعات الإرهابية والضالة. أما يوم القيامة فالجنة والنار مآلهما ومردهما إلى من يملك الأمر فيهما وهو الله وحده. فمهمة العلماء ورسالة العلماء ليس الوعد بالنعيم المقيم في الدنيا ولا إدخال الناس الجنة أو إخراجهم منها في الآخرة، وإنما هو البلاغ المبين. إنما
عليك البلاغ المبين. أما الهداية وعدم الهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.